بسم الله الرحمن الرحيم. في خلال الفيديو ده نوضح ازاي التقديم على نظام ابن الهيثم للمتقدمين لمرحلة الدراسات العليا بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان. لو حضرتك هتقدم لأول مرة، حضرتك بتختار طالب متقدم للدراسات العليا وتختار التقدم للدراسات العليا. حضرتك هنا بتكتب الرقم القومي الخاص بحضرتك، الإيميل الخاص بحضرتك، وإعادة الإيميل، وحضرتك بتعمل إرسال بيتبعت على الإيميل بتاع حضرتك رسالة فيها من النظام فيها بيانات اليوزر نيم والباسورد. دي حضرتك بتستخدمهم لأول مرة، الباسورد بتستخدمه لأول مرة، أول ما حضرتك بتيجي تخش بيطلب من حضرتك تغيير. طبعا لأني مسجل هنبدأ نخش اللي يهمنا إزاي تسجل، إزاي تقدم طلب للتقدم لمرحلة الدراسات العليا بكلية الحاسبات جامعة حلوان. حضرتك بتخش على نفس الرابط وتبدأ تدخل اليوزر نيم والباسورد الخاص بحضرتك، برضه حضرتك بتخش كأنك طالب متقدم للدراسات العليا بس المرة دي هتختار الدخول. فهنا بيظهر لي الشاشة دي، فببدأ أقول بيانات التقدم، بدخل هنا البيانات الشخصية، هنا الاسم ثلاثي، اسم الأب، اسم بالإنجليش ثلاثي برضو، هنا يظهر رقم قومي باي ديفولت، طبعا ده رقم فيك مش حقيقي. تختار الدولة، ويهمنا هنا بس البيانات الأساسية، الحاجات اللي متعلم عليها ستار، وهنا حضرتك تدخل تاريخ الميلاد، مثلا ندخل، طبعا بعمل بس كتيست أوضح لحضرتك إزاي هتتقدم لمرحلة الدراسات العليا. ودي البيانات اللي تهمنا، ندوس بعد كده حفظ. أبدأ أخش في، طالما ظهر لي كلمة تعديل يبقى كده الدنيا إيه تمام. أخش على بيانات الاتصال، حضرتك هتضيف رقم، حضرتك تختار تعديل، لازم حضرتك تضيف رقم هاتف محمول، فهنضيف أي رقم مثلا، وبعدين بس لازم طبعا يكون رقم يكون شغال، لأن ده هيكون وسيلة التواصل مع حضرتك. وسيلة التواصل الأساسية هي رقم الهاتف وبعديها الإيميل. حضرتك تختار حفظ، طبعا يقول هنا لازم ندخل رقم، وندخل برضو لو طلب حاجة تاني يجي تدخل العنوان، مثلا ندخل العنوان كايرو مثلا، وبعدين بيانات التقدم. هنا بيقول لنا المورد المالي، مورد المالي الخاص بينا، حضرتك بتختار طبعا لو في منحة أو، لكن طبعا معظمها هيكون على نفقاته الخاصة. هنا حضرتك بتختار جامعة حلوان، الكلية، نختار كلية الحاسبات والمعلومات، بعدين القسم هنختار القسم بناء على البرنامج اللي حضرتك هتتقدم ليه. لو حضرتك هتتقدم لبرنامج هندسة البرمجيات أو برنامج داتا ساينس، فحضرتك تختار نظم المعلومات. حضرتك هتقدم لبرنامج الأمن السيبراني، حضرتك هتختار برنامج علوم الحاسب. فاحنا هنختار الأول نظم المعلومات، درجة لو ماجستير حضرتك تختار التخصص، ماجستير نظم معلومات، ماجستير هندسة البرمجيات، ماجستير علم البيانات. لو حضرتك هتقدم لدبلوم فحضرتك دبلومة هندسة البرمجيات ودبلوم علم البيانات. لو حضرتك هتقدم دكتوراه هيبقى هيظهر دكتوراه نظم المعلومات، دكتوراه هندسة البرمجيات، دكتوراه علم البيانات. ده في حالة اخترنا قسم نظم المعلومات. تعالوا لو هنختار قسم علوم الحاسب هيظهر لنا دبلوم، هيبقى دبلوم الأمن السيبراني أو
ماجستير، هيبقى ماجستير علوم الحاسب أو ماجستير الأمن السيبراني، دكتوراه يبقى دكتوراه علوم الحاسب، دكتوراه الأمن السيبراني. فنختار مثلا نظم المعلومات، ماجستير، ماجستير هندسة البرمجيات. طبعا مفيش تخصص دقيق. العام الدراسي 2024، الفصل الدراسي وفصل الربيع، فكلها دي باي ديفولت بيبقى ايه مختارها. نقول هنا المؤهلات، نخش على تاب تاني هو تاب المؤهلات السابقة. حضرتك تختار نوع الدراسة، الحاجة كنت درستها بيبقى ساعات معتمدة، الدرجة العلمية مثلا كنت واخد ماجستير دكتوراه، هنا حاجة بتكتب التقدير مثلا، طبعا ايه طبعا يهمنا التقديرات مثلا بي بلس، ايه، ايه ماينس، ايه طبعا يعني امتياز، او حسب نظام الكلية عند حضرتك. سنة المؤهل مثلا نقول 2018، وطبعا البيانات دي مش أساسية، اللي يهمنا هنا الجامعة والكلية. هنختار مثلا جامعة حلوان، لو هيخليك جامعة حلوان أو جامعة القاهرة مثلا. هي اخترت هنا جامعة القاهرة، يجب اختيار الكلية. عشان تختار الكلية بتختارهم من الأسهم التالية، فمثلا نختار حضرتك تدوس على السهم الشمال ده فيظهر لحضرتك الكليات الخاصة بجامعة القاهرة. فنقول مثلا خريج كلية الحاسبات والمعلومات، وين حضرتك بتكتب بقى مجموع درجاتك وتخصص وباقي المؤهلات. اللي كان يهمنا بس هو جزء ازاي تختار الجامعة والكلية، حضرتك تختار حفظ. بعدين آخر حاجة رفع الوثائق، حضرتك بتختار هنا، وحضرتك بتختار صورة البطاقة وحضرتك تبدأ ترفعها. وبعد انتهاء من عملية رفع الوثائق، حضرتك هتدوس طباعة استمارة الالتحاق، وطبعا بيظهر لحضرتك استمارتين، استمارة خاصة بالطلاب المتقدمين من داخل مصر، أو استمارة خاصة بالطلاب الوافد. احنا يهمنا حضرتك هتطبع بس ايه الاستمارة الخاصة بالملتحق من الداخل لو حضرتك، ويتم الطباعة وتمام. وبعد كده تتوجه للكلية وتسلم أصول الشهادات اللي حضرتك رفعتها. شكرا لحضرتك.